اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح ورحمة الله وبركاته. السلام على الإمام الحسن الزكي الناصح الأمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر المستشهدين معك. يا ليتنا كنا معكم سيدي في الفوز والله فوزا عظيما. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين محمد بن علي الباقر جعفر بن محمد الصادق عبوس بن جعفر الكاظم علي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد علي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر العدل والإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وأتباعك وشيعتك والمستشهدين بين يديك. وأريد اللهم في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي أعدائهم ما يحذرون. إله الحق آمين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله يا الله يا الله. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اشف كل مريض. اللهم اكسر كل مظلوم. اللهم اشف كل مريض.
اللهم ارزق كل محتاج، اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين، اللهم فك بلاد المسلمين من أيدي الظالمين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأرده ومن كادهم فكد، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم أنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.